السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عصام كامل معاكم من رحلة تصوير جديدة. ما شاء الله الآن الساعة 9 صباح، الجو بارد، الغيوم حركتها سريعة جدا، يعني من كل مشهد ومشهد بيفرق الغيم معاك. ما شاء الله لما يكون الجو بهذا الجمال لابد منك تحاول تصور قد ما تقدر، بالذات انه الشمس اصبحت يعني الى حد ما غير مناسبة للتصوير، لكن مع وجود الغيوم ما شاء الله تبارك الله بتعطي تأثيرات جميلة. فالمشكلة دائما رئيسية التعريض ما يكون مظبوط، لانه الان السماء بغض النظر فيها غيوم او لا هي أكثر وضوح من الأرض، يعني أكثر إشراقا من الأرض بغض النظر. فالآن لما نحاول تصور بدون فلتر كنت لازم أضحي بالأرض أو بالسماء عشان تطلع صورة مظبوطة، لكن استخدمت الفلتر وظبطت الصورة. خليني أشرح لكم كيف تمت العملية. الآن الغرض من التصوير هو تصوير المبنى الحجري خلفي مع الجبال وحركة الغيم. الآن هذه عدسة 50 برايم 1.8. أنا ذكرت الموضوع ده قبل كده، إنه عدسات البرايم هي المفضلة عندي لوزنها الخفيف، لحجمها الصغير، للحدة الموجودة فيها، ولأنه ممكن تحصل على فتحات زي 1.8 بسعر منافس جدا وأرخص كثير منك حتى تأخذ زوم مثلا 2.8 بيكون جدا غالي، بتتكلم على 7000-8000 ريال. فهذه دائما انا افضلها. طبعا فيها يعني مشكلتين، انك تضطر دائما تغير العدسات باستمرار، واثناء تغيير العدسات قد تدخل بعض ذرات الرمل على السنسور، فهذه كمان مشكلة. الى حد ما كاميرات الميرورلس بيكون السنسور الى حد ما تقدر تنظفه لانه واضح، غير الكاميرات العادية اللي بيكون يعني مغطى عليه بالمرآة. بستخدم نظام لي فلتر، توجد شركات كثيرة للفلاتر، لي من أشهرها. هذه الفلاتر هي الفلاتر المربعة المتغيرة، توجد الفلاتر يعني اللي هي على شكل نفس العدسة اللي تقدر تركبها على العدسة مباشرة، لكن هنا بتاخد مرونة أكثر. بستخدم فلتر قاسي من ناحية الغماقة، يعني اللي هو درجة ND 9 ND، وهذا يعتبر كمان هارد، يعني التدرج مش قوي، التدرج خفيف. في تدرج يكون قوي وفي تدرج يكون خفيف، هذا التدرج الخفيف. يعني واضحة الفرق ما بين الأعلى والأسفل، إنه على طول بيأثر على المشهد. هذا ممتاز في بعض الأحيان اللي يكون خط الأفق مستقيم بشكل كبير، فبيكون جدا فعال في ذلك الوقت. طبعا المنطقة الغير معتمة الشفافة بتكون للأرض، والمنطقة المعتمة تكون للسماء. الآن هذه هي الطريقة الأفضل لحصول على صورة موزونة، لأنه بالرغم من وجود الغيم لكن ما زالت الأرض هي الأكثر السماء أكثر إشراقا من الأرض. بعض الأشخاص لما تتناقش معاه بيقول لك ممكن عن طريق الفوتوشوب نحصل على هذا التأثير بفلتر أو بآخر، بحيث إني أعدل السماء مع الأرض وما يحتاج استخدم فلاتر. هذا الفلاتر يعني حاجة قديمة والفوتوشوب أغنى عنها. طبعا هذا كلام فاضي، لأنه إذا أخذت صورة ما فيها معلومات فلا فوتوشوب أو غيره حق يتعامل معها، إلا إذا بيألف، يعني إذا كان مستعد إنه يعطيك أشياء غير موجودة أصلا، أو في برامج ممكن تعمل الكلام ده. فما في فائدة يعني أنه حتحاول، مهما حاولت حتكون ما في معلومات تقدر تتعامل معاها الجهاز، أو أنك تجيب سماء من مشهد آخر وتركبها. فبشكل يعني كنصيحة يعني استخدم الفلاتر. الآن إذا ما عندك فلتر الأفضل دائما تعمل تعريض للأرض للسماء. إذا أخذت السماء فيها تفاصيل قدر المستطاع، حتى لو الأرض غامقة معتمة ممكن أنك تفتحها عن طريق الفوتوشوب
أو غيره من البرامج، وتحصل برضو على إلى حد ما صورة تقدر تستخدمها. لكن لو كنت عرضت للأرض وخدت تفاصيل الأرض، السماء حتكون تقريبا بيضاء، ما حتقدر تعمل فيها شيء. فالأفضل دائما تعمل التعريض للسماء وليس للأرض، هذا في حالة إنك ما تستخدم فلاتر. لكن إذا استخدمت الفلاتر فمجالك واسع جدا، تقدر تحصل على صورة موزونة من المشهد بشكل أساسي. فيعني تقدر على طول تدخل صورة وتبدأ تتعامل معاها بدون ما تحصل على مشاكل. طبعا هو في بعض الكاميرات اللي يكون الديناميك رينج فيها عالي، تقدر تحصل على تفاصيل حتى مرضية. أنا كنت أستخدم كاميرات ميديم فورمات. الميديم فورمات ميزته إنه الديناميك رينج عالي، يعني تقدر تحصل على تفاصيل حتى في الأماكن المعتمة. فأحيانا ممكن ما يكون معايا فلتر، بأقدر إني أسوي تعريض للسماء وبحصل على تفاصيل. يعني بعد ما أكبر الطف يعني مش أكبر، بعد ما أقوم بتفتيح الأرض بحصل على تفاصيل برضو. لكن هذا يختلف من شخص لشخص، لكن من كاميرا لكاميرا، لكن الفلاتر دائما هي الحل الأفضل. فنصيحة دائما حاول إنك تصور بفلتر. طبعا هذا فيه موضوع زي ما يسموه التزام، يعني يبين التزام كبير بالتصوير، بحيث إنك تنصب ترايبود وتضع الكاميرا وتوضع الفلتر، حامل الفلتر، لكن النتيجة حتكون جدا ممتازة، زي ما إن شاء الله ما حتشوفوا في الصور اللي حتكون موجودة بعد نهاية هذا المقطع. أوكي، كنت حابب إني أعطيكم فكرة من على الشاشة مباشرة، لكن الشمس طلعت فالشاشة حتكون تقريبا صعب جدا انها تنشاف، لكن ان شاء الله حتشوفوا النتيجة، وان شاء الله حاول اعلق عليها وحتفهموا اكتر على هذا الموضوع. وطبعا موجودة معلومات كثيرة عن هذا الموضوع في كل مكان، واي شيء انا برضو بين الايادي، اسألوني اي سؤال تحبوه عن الفلاتر او شيء، وانا ان شاء الله ما اقصر. فخلونا نشوف الصور ونشوف موضوع تاني.